هكذا. وأكد وزير التجارة أحمد سمير أن إجمالي حجم صادرات الصناعات الغذائية سجل 2,635,000,000 دولار خلال أول 7 أشهر من العام الجاري. وخلال ترأسه لفعاليات اجتماع المائدة المستديرة لشركات الصناعات الغذائية، قال وزير التجارة إن قطاع الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومي، والذي يسهم في إيجاد الآلاف من فرص العمل، حيث بحث الاجتماع زيادة الاستثمارات والفرص المتاحة للتوسع في السوق المصرية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات والعمل على تعميق التصنيع المحلي.